قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل أسئلة خمسة. بيش أوي خواندنا وي أم كتابة بكين؟ بيش برسيار دكين؟ لماذا ندرس التوحيد؟ بو توحيد دخانين. الثاني، لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ دوم، بو أم كتابة معن هالبجارت؟ لأننا طلاب. شون كأيما قتابين؟ والطالب لابد أن يرجع إلى العلماء في طلب للعلم. قتابيش بيويستا لسري لكاتي ورقردني زانستا بقريتو بولاي زانايان. العلماء رحمهم الله أرشد الطالب بأن يبدأ أولا بالتوحيد. زانايان رحمتي خوايان ليبي رينموي قتابيان يان كردوا يكم جار توحيد بخينن، ويبدأ في التوحيد بالأصول الثلاثة، ولا توحيد دا كتابي أصول الثلاثة بخينن. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ برسياري سيام أصول الثلاثة تشين باكورتي هي أسئلة القبر. بريتيا لبرسيارة كاني ناو غور. من ربك؟ كي بروردغارتا؟ ما دينك؟ دينك تشيا؟ من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ تيغمبركت كي عليه الصلاة والسلام. السؤال الرابع، برسياري تشوارم، ما الفائدة من الدراسة؟ شي سوديك أبينين لم دراستا؟ الفائدة أن لابد نتعلم الآن في الدنيا. بيويسة لسرمان لا دنيا فيربين، ونعمل بهذه الأصول الثلاثة، وكاربم سيبن تشيني بكين، وندعو إليها، وبانقوازي بوبكين، ونصبر، وآرامي لسر بقرين، نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. أم كارا للدنيا دادكين ببشتواني خواي قورا غلامي برسياركاني قور دادينوا. السؤال الخامس، برسياري بينجم، على ماذا يحتوي هذا المتن؟ أم متنا تشيت يدايا؟ هذا المتن فيه أقسام خمسة. أم متنيا بينج بشيت يدايا. القسم الأول، بشي كم؟ المسائل الأربع، شوار مسألك، سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر. سورة عصر كبريتيا لا زانستو بانقوازو كاركردنو آرام قرتن. القسم الثاني، بشي دوام، المسائل الثلاثة، سي مسألك، أنواع التوحيد الثلاثة، جوركاني توحيد بهرسي جوركو. القسم الثالث، بشي زيام، لماذا ندرس التوحيد؟ بو توحيد دخوينين. القسم الرابع، بشي تشوارم، شرح الأصول الثلاثة، شرحي سيبن تشينيكا. القسم الخامس، بشي بينجم، خاتمة هذا المتن، كوتاي أمتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد. دعوة الأخوة يقول لكم كوتاي جيانوان بالتوحيد كوتاي بيبيه.